كل اتمناه في حياتي كلها ان اشوف اليوم اللي الاقي السي الصناعه دي حضرتك بتعامل باحترام وتقدير، لان الحقيقه تم لانها زي ما حضرتك قلت ممكن تبقى قاطره مهمه الحقيقه. انا هقول لك هذا المنصب وهذا العمل تم اهانته اهانه شديده بكلمك بمنتهى الامانه. اصبح اللي بيشتغل فيه محل شبهه، ومحل شبهه يقول لك حضرتك ده يا عم ده اللي بيخليه يخش ده بيستفيده، ما انت مش حاطط المعايير، ما انت مش حاطط الحوكمه، ما انتش بعدني عن الشبهات، بتخلينا اتدخل في شؤون اللاعبين، بتخلينا اتدخل في لبس، بتخلينا اتدخل، دي مش شغلتك. ده ناهيك عن طبيعه البشر، بالاضافه انه دي الضريبه اللي بتدفع اي حد يتعرض لعمل عام. انا ما احطش نفسي فيها، انا لازم زي ما بيحصل بفصل الاداره عن التنفيذيه الموجوده. طيب بشكل شخصي الحاج محمود الشامي او المهندس محمود الشامي يحب يدخل انتخابات اتحاد كره القدم ياخدها ولا يعود رئيس لرابطه الانديه المحترفين؟ بص حضرتك الحقيقه المرحله اللي جايه دي انا من اول لحظه اعلنت ان انا داخل نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس الاتحاد. وجميل وفي جميل يعني لاعضاء الجامعه العموميه الحقيقه كان في محاولات شديده جدا من بعض الناس انهم يلغوا هذا المنصب ويخليهم من جوه الاتحاد، من جوه ده حضرتك الاعضاء يعني اختاروا حضرتك لما يبقى 134 واحد بيجي 133 واحد بس اللي يقول خليه من الداخل والمجلس والاعضاء وكل رؤساء الانديه، وده عشان الموضوع ده انا اعلنت ترشيحي له، ده كبير في رقبه الواحد يخليني امانه ان انا افضل في هذا المنصب. وانا مش طمعان في اي حاجه تانية ان انا اخدم الناس واخدم الرياضه اللي انا بحبها واخدم اعضاء الجمعيه العموميه فعلا. واضح انه علاقه طيبه جدا بتجمعك باعضاء الجمعيه العموميه. لان عمري يعني يمكن انا بقصر في التواصل شويه او الكلام ده، لكن هم عارفين ان انا ماليش اي مصلحه شخصيه ان انا فعلا اخدمهم واجيب لهم حقوقهم، لان حضرتك فعلا ان الاوان ان هذه الصناعه وهذه الرياضه الانديه تاخد حقوقها فيها في تسويقيه. بدليل حضرتك حاجه، شوف حضرتك اكثر صناعه اتاثرت في الجائحه كورونا هي الرياضه والله كل قطاع تاثرت. لا 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 حضرتك انت بتتكلم عن كره القدم ما فيش شك طبعا خسائر بالغه يعني في الانديه بالذات بتعاني معاناه جدا. ان حضرتك قفلت الانديه 6 شهور وقفت، ورغم كده ما فيش نادي كال جنيه على لاعب ولا على موظف بالاربع شهور تاخير والثلاث شهور الناس بتدفع والناس بتشتغل. فعايز اقول ان ان الاوان ان نعوضهم في هذه الصناعه، والصناعه دي تشتغل والانديه دي تاخد حقها، لانها فعلا معاناه جديده. حضرتك رئيس النادي يعني اتأذى شديد وهو مش قادر يقبض المرتبات والاجور، وان الاول ان يبقى عنده موارد وتنميه. وعايز اتكلم منتهى الامانه برضه عشان ادي الحقوق القطاع الاستثماري جدا، عشان هنتكلم بعد كده في القانون يعني الرياضه مش عايزين ننقل عليه، لكن بنفتح في مجال فيه ان هو الى حد ما اذا نقدر نشتغل في بنود الاستثمار اللي موجوده سواء في الانديه والاتحاد، الى ما يتغير القانون ويسمح لنا بانشاء الشركات الرياضيه ويسمح للاتحادات نفسها.